اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، وحلقه جديده من برنامجكم كلام في المضمون. زي ما عودنا حضراتكم كل يوم اربع بيكون معانا ديب بنتعلم سر من اسرار مهنته. حلقه النهارده حلقه مختلفه، لان احنا عندنا موضوع مميز جدا خاص باطفالنا ومستقبلهم. ضيفتنا النهارده صاحبه حضانه تعليميه مخصصه للاطفال، واللي بتقدم مجموعه متنوعه من الانشطه التعليميه اللي بتساعد في تنميه مهاراتهم وتعليمهم بطريقه مبتكره وجذابه. هنتكلم معاها عن دور الحضانة في تعليم الأطفال وتطوير قدراتهم، وإزاي بتساعد في إعدادهم لمستقبل أفضل. طبعا الموضوع ده يا جماعة كنا لازم نتكلم عليه من زمان، لأن المرحلة ديت أنا بعتبرها أساسي، التعليم الأساسي، لأنها بتكون شخصية الطفل، بتحببه في المدرسة، بتحببه في التعليم، بتحببه كمان إن هو يروح كل يوم وواظب على الدراسة. لأن إحنا طبعا شايفين الموضوع أصبح كبير جدا، إن في ناس بدأت إن هي تكره المدرسة، ما بيروحوش المدرسة، بيروحوا على الامتحانات أو بيروحوا أيام قليلة جدا في المدرسة. طبعا ده نابع من الفترة اللي هم كانوا فيها في الأول. عشان كده بدأنا نستضيف الأستاذة سهام ويليام عزيز، مديرة سمايلي. هتكلمنا عن كل صغيرة وكبيرة في الحضانة، وهتقول لنا إزاي بتحبب الطفل إن هو يجي وتخلق من خلاله أفكار مبتكرة يقدمها للحضانة. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك، نورتينا النهاردة. ميرسي، أنا مبسوطة أني معاكم النهاردة. حبيبتي تعرفينا بحضرتك أكتر. أنا مديرة حضانة سمايلي، أخصائية تخاطب وتعديل سلوك وصعوبات تعلم، مدرب منصوري معتمد من المجلس الأعلى للدراسات الحرة والبحث العلمي جامعة القاهرة، أخصائية نفسية للطفل. أهلا بيك. أهلا بيك أستاذة سهام. في ناس كتيرة درست الموضوع، في ناس كتيرة خدته هوية، حضرتك أي واحدة فيهم؟ تقدري تقولي الاتنين، يعني من أكتر من 15 سنة كان هوية قبل الجواز والأطفال وكده، بس بعد الجواز لما بقى عندي أطفال ابتديت أقرب من الموضوع أكتر واهتم بطرق والوسائل بتاعة التربية الإيجابية، فابتديت أدرس الموضوع أكتر. ولما ابتديت بقى أخد الخطوة الأولى نزلت كمان في حضانة كبيرة، قلت أتمرن وأعرف برضو أخد خبرات وأعرف الدنيا إيه، وابتديت من هنا بقى أدرس، فبقت هواية ودراسة. خدت أول دبلومة، في التانية في التالتة ابتديت أدرس كذا دبلومة لحد ما خدت القرار إن أنا يبقى عندي مكان مخصص بيا اقدر اطبق فيه اللي درسته والحاجات اللي بهتم بيها قوي في الاطفال. يعني تمام، يعني حضرتك بدات ان انت تشتغل على نفسك اكتر، بحيث ان انت تبقي ملمه بكل عناصر المجال بتاعك. ده حقيقي، ولحد دلوقتي برضو يعني مش مجرد ان انا خلاص فتحت المكان وبشتغل خلاص، لا، لحد دلوقتي برضو مهتمه ان انا اخد دورات وكورسات ودايما يعني عشان المكان لما بنشتغل بيبقى تابع للاداره او لينا علينا اشراف من الوزاره، ووزاره التضامن بصراحه بيعملوا لنا دايما من وقت للتاني دورات تدريب. وتدريب، اللي هو برضو بتفكري نفسك بشغلك وبيدونا الجديد وبيتابعوا معانا الحاجات دي. تمام، طيب كلمينا بقى عن شغلك اكتر. بصي، هو انا شغلي في المقام الاول بيبقى يعني معتمد على الطفل، ففي ناس كتير بتشوف الموضوع ان هو سهل. لا، هو انت المفروض ان انت بتقدمي للمجتمع بني ادم، انت بتبني شخصيته. المرحله دي ما هي اسمها ما قبل التعليم الاساسي، المرحله دي هي مرحله بناء شخصيه الطفل. اكيد طبعا. فانت مش بتعتمدي ان انت تعلمي الطفل اكاديميا بس، لا، وتاسسيه ويمسك القلم لا، انت بتبني شخصيه. يعني بتهتمي قوي بالجوانب المعرفيه بتاعت الطفل، الجوانب اللي هي بتنمي الادراك والمدارك بتاعته، ازاي بتخليه يقدر واثق في نفسه وبيعتمد على نفسه. طبعا فانت بتقدمي يعني مجهود شويه في المنطقه دي، يمكن اكتر من ماما كمان في البيت. يعني في يعني امهات بتكمل شغلنا، وفي الام اللي بتشتغل. احنا دايما بنركز قوي في حته ان الام برضو دلوقتي غصب عنها معظم وقتها مش للبيت بتشتغل. ومش للطفل، فاحنا بنحاول ان احنا نكمل الدور ده. اكيد في ناس للاسف فتحت حضانات كتيره واعتبرت ان الموضوع اصلا ناحيه ماديه. لما كنا بقى نتكلم عن سمايل لقينا طبعا النقيض، انتوا اهم حاجه عندكم تاسيس وتعليم الطفل اهم من اي ناحيه ماديه. اكيد. قولي لي بقى ايه الاجراءات اللي بتعملوها مع المامس في تقييم الطفل؟
هو تقييم الطفل ليه معايير كتير قوي. يعني انا في الحقيقه مش بعتمد على الكومنت او التعليقات اللي المامي دايما بتيجي تقولها، لان في اطفال بنقابلهم بيبقى عندهم مشاكل زي مثلا سمات اوتيزم، تشتت انتباه، فرط حركه، شويه مشاكل كده ممكن ماما ما تبقاش واخده بالها منها، شايفاها سمات عاديه عند الطفل. فانا باخد طبعا بتكلم مع الماما وبعرف منها شويه تفاصيل، بس انا ليا معايير تانية بطبقها مع الطفل. المعايير دي اهمها مثلا المعارف اللغويه او المهارات اللغويه عند الطفل. تمام. اللي هي مخارج الالفاظ بتاعته، الحروف بتخرج ازاي، الفك بتاعه بيتحرك ازاي. في كمان المعرفه الادراكيه، دي برضو لازم اعرف هو معرفته يعني بيدرك الاشياء ازاي. لما بعمل له شويه انشطه في التقييم بتاعي بعرف هو بيعرف ان هو مثلا نسبه ادراكه قد ايه. الحاجات دي كلها مع كل طفل بتخلي له برنامج خاص بيه. تمام. يعني الطفل لو نسبه كويسه بيدخل كلاس عادي وبيشتغل اديوكيشن بيبقى نورمال، لكن في اطفال تاني بيبقى عندها شويه مشاكل بتحتاج برنامج خاص بيها. فاحنا بنحط بقى عندنا في النيرسري البرنامج ده عشان يبقى خاص ومناسب لكل طفل. تمام. طيب ايه اللي بيميز شغل الاكاديميه عن الحضانه عن اي شغل تاني؟ هو المجال بقى كبير شويه وواسع شويه، فزي ما حضرتك قلتي يعني في ناس بتشتغل الموضوع بيزنس اكتر. لا احنا عندنا بنتميز ان احنا بنهتم قوي طبعا بالمجال التعليمي للطفل، التاسيس، الـ زي ما قلت لك في الاول بناء شخصيه الطفل، ان انا اقدم للمجتمع ان طفل سوي ما عندوش مشاكل التنمر والحاجات اللي بنسمعها في المدارس والكلام ده. فبنهتم كمان قوي قوي وبالنسبه لي بحب اتك عليها قوي بالجانب السلوكي للطفل، ان هو سلوكياته تبقى معتدله. بنشوف اوقات في الشارع مع مامي مثلا طفل يشوح يزعق انا عايز دي يتمرمغ في الارض، لا الجانب السلوكي ده لازم احنا بنضبطه في الحضانه. طبعا الى جانب بقى الخدمات اللي هي بتقدم في الحضانه العاديه اللي هي الخدمه الطبيه والرعايه والكيرنج والدكتور برضو اللي بيشرف على الولاد والحاجات التانيه دي. عايزه اعرف بقى الانشطه، يعني اكيد انتوا بتحببوا بقى الطفل وبتعلموه في انشطه متنوعه في الحضانه؟ اكيد طبعا. احنا يعني تقريبا كل يوم عندنا في الحضانه يوم مختلف عن اليوم التاني. بنبدا مثلا بيبقى في اليوم بنبدا بسيشن كده للتعليم، بعد كده بيبقى في جزء الانشطه تنميه المهارات، بناخد جزء الانشطه المونتسوري. انشطه المونتسوري دي بتزود ذكاء الطفل، بتنمي مهاراته، بتعلمه اكاديميا بدون ما يمسك ورقه وقلم. فدي بتبقى طريقه ممتعه للطفل وهو بيتعلم. انا ما بغصبش عليه يمسك القلم في البدايه، لا بيتعلم بطرق يعني مبتكره شويه. الطرق دي كانت ابتكرتها ماريا مونتسوري، دي دكتوره من سنين طويله قوي وبتطبق لحد دلوقتي. المنهج ده منهج حلو جدا، مش كل الحضانات بتتميز بيه بصراحه. احنا حتى الاستاف لما بيجي اي حد بيشتغل معانا لازم نعمل له اختبارات وحاجات من النوعيه دي، ان هو يبقى عارف يعني ازاي يعلم الطفل من غير ما يضغط عليه او يضغطه نفسيا. تمام. تمام. عايزه اعرف اهم الاسس المتبعه في الحضانه. اسس المتابعه مثلا؟ الاسس المتبعه، يعني كل يوم في حاجات معينه كده انتوا بتعملوها في الحضانه، ايه هي زي ايه؟ يعني زي ما قلت لحضرتك احنا بنهتم قوي اول حاجه لما الطفل بيجي لنا ان هو يحس بالامان بس والدفى في التعامل معاه، لان الطفل ذكي جدا. ولو انت متضرره شويه من عياطه من اريافته اللي بتبقى في البدايه مش هو بيفهم وبيحس ومش هيعرف، يعني لا هتعرفي توصلي له معلومه ولا هتعرفي حتى تتعاملي معاه. فاول حاجه بنهتم بيها قوي ان انا اوصل للطفل احساسه بالامان، بالدفى، احسسه بالاريحيه والاطمئنان. بعد كده ببدا ادخل معاه بقى الانشطه، ادخل له الحاجات اللي انا عايزه اوصلها له سواء تعليميا او سلوكيا من خلال اللعب، من خلال مثلا مسرح عرايس، نعمل قصه وستوري كده بالعرايس عشان اوصل له مثلا سلوك انا عايزاه افهمه ان هو مش حلو. بتحاولوا تحتووه بالظبط عشان وانس ان هو ابتدى يحس لي بالامان ويطمن هبدا انقش عليه كل اللي انا عايزه اوصله له. بالفعل. اعلمه واوصله لمرحله التاسيس بقى، انه يمسك القلم ويكتب ويحب الدراسه، لان في اطفال بشوفها داخله كي جي 1 كي جي 2 يعني جايين من حضانات بشوفهم يعني حتى في انترفيو المدرسه نفسه مش ما عندهمش القابليه، تلاقيهم خايفين متوترين.
حته برضو الانترفيو بتاع المدرسه، الطفل اوقات يبقى عارف ونورمال وكويس جدا، بس يجي قدام حد طرف تاني الثقه بيخاف. عنده بتتهز، بيخاف. فاحنا بندعم ثقته بنفسه من خلال برضو مسرحيات وانشطه فنيه بنعملها مع الطفل، اللي هو يعني يقف على مسرح، يقف في الحفلات اللي بنعملها ان عنده الجرأة اللي هي بالظبط، بيتكلم وشايف بيها. الناس قدامه وعارف ان هو بيتصور، فبياخد الثقه دي برضو شويه. تمام. عايز اعرف المراحل اللي بيمر بيها الطفل. هو احنا يعني بالنسبة لنا في الحضانة بتاعتنا احنا بنستقبل الأطفال من سن صغير قوي، من سن 3 شهور. فطبعا بناخد من 3 شهور لسنة ونص كده ثلاث جاست شهور كيرينج. في ثلاث مامس شهور طبعا بيبقى شغلها لازم تنزل الشغل، ف يعني بنبدأ معاهم المرحلة بدري، بس السن الصغير ده بيبقى كيرينج أكتر، اهتمام بالرعاية، يعني في دكتور يتابعه بالأكل بالشرب بتاعه. دي المرحلة الأولى. بنبدأ ستيب 2 بقى لما بيبدأ الطفل يبقى عنده سنة ونص، ببدأ معاه بالمهارات اللغوية وازاي يخرج مخارج الألفاظ صح والحروف، وابدأ أعلمه الحاجات اللي هي الراوند، يعني اللي بتبقى حواليه، يعرف أجزاء جسمه، يعرف يتعرف على الحاجات المحيطة، لحد ما بنبدأ 2.5 سنين. دي مرحلة تاني، دي مرحلة اللي هي احنا بنسميها early writing، احنا بنأسس ان هو يبدأ يكتب بس بدون اللم، من خلال برضو أنشطة كده، يعني أخليه يرسم على دقيق، يعمل يكتب الحرف، هي في زي كروت صنفرة كده بيتحسس عليها، فبيحس، فبيحصله تآزر بين الإحساس والتركيز، فيبدأ يكتب بالصلصال بالكيوبس، إن هو يعمل الشكل اللي عرفه ونطقه. المرحلة الثالثة بقى بتبدأ من بعد 3 سنين، اللي هي ببدأ بقى تأسيس الطفل أكاديميا. نبدأ بقى مع الكتابة واللي هو المنهج الأكاديمي بتاعه، بنعتمد طبعا في المنطقة دي على مناهج معينة، بنتعامل مع يعني مع شركات معينة للمناهج دي، والحمد لله يعني نسبة نجاحها حلوة جدا. هو حلو قوي ان الطفل بيكون من البدايه معاكم، بتبداوا اللي انتوا زي ما تقولوا بقى يعني تاهلوه. انسب مرحله لما الطفل بيجي لنا وهو صغير قوي كده، بتاهلوه لكل حاجه، بتطبعوه بطبعكم هيعملوا كذا وسوي كذا، بتحببوه كمان في التعليم، يعني مش شرط عليك يلا بقى ده عندنا النهارده هوم لا ورك لا كده، لا خالص. لا خالص. وبعدين حقيقي حقيقي الطفل لما بيجي من بدري صغير شويه، يعني مش شرط 3 شهور طبعا، بس لما بنبدا من 1.5 سنين 2 سنين، بيبدا يتعود على الروتين بتاع النظامي. يعني مثلا بنتعود ان احنا لما بنصحى بدري في مواعيد للبريكفاست الصبح، بنفطر، بنشرب اللبن بتاعنا، بعديها بنبدا مثلا فتره كده بناخد شويه انشطه خفيفه، نبدا بعد كده ناخد السيشن بتاعه المهارات بتاعتنا، ميعاد اللانش برضو في ميعاد، وقت اللعب ليه ميعاد، أكيد. الوقت اللعب الجماعي برضو ليه ميعاد، اللعب الفردي ليه ميعاد. فالطفل تلاقيه واخد الروتين بتاعه من بدري، فمتعود، فبيطلع طفل نظامي. أكيد. طيب طبعا كل مشروع أو أي مشروع بنعمله بيبقى فيه فريق العمل، كلمينا فريق العمل وكل دور واحد في الحضانة. هو احنا عندنا في النيرسري يعني كل كلاس لازم يبقى فيه 2 تيتشرز، التيتشر الأساسية طبعا، ودي بنشترط ان هي تكون بقى مؤهل معين ودبلومات معينه، برضو تبقى عندها مساحه كويسه ان هي تعرف وخبره بتعرف تتعامل مع الاطفال، ومعاها طبعا الاسيستنت اللي هي بتهتم بقى بالاكل بالمتابعه اللي هي بتاعه الطفل. بيبقى معانا اخصائي، اخصائي للي هي لتنميه المهارات. طبعا انا بشرف على الكلام ده كله بنفسي على اعتبار ان انا المسؤوله، بس لازم يبقى في حد تاني معانا، اخصائي تخاطب، اخصائي تنميه مهارات، طبعا في دكتور بيجي يشرف على الولاد ومتابعه. من فريق العمل برضو بيبقى في كابتن بيجي. كل واحد ليه دور وكل واحد طبعا فاهم هو بيعمل ايه، مش مجرد ده بس فريق عمل، لا انتوا كل واحد محدده له الدور اللي هو ممكن يعمله. طبعا. والمدرسات او المشرفات بتوع البيبي روم غير بتوع الستاب 2 غير بتوع الستاب 3، طبعا بيبقى كل مرحله ليها الستاف بتاعها. تمام. تمام. عايزه بقى برضو اعرف اكتر مشكله واجهتك في بدايه مشروعك. هو الحقيقه كأي مشروع بنبدأ في البدايه بتبقى اصعب
منطقة بتبقى منطقة الأوراق والتراخيص يعني بتاخد شوية مجهود. والمكان برضه بالظبط، المكان اللي لازم يكون له مواصفات معينة، دخله شمس وهواء وصحي ومفيش رطوبة، فطبعا بيبقى ده أكتر حاجة بتاخد منا وقت ومجهود. تمام. بس وانس ان هي خلصت يعني الأمور بتمشي بسلاسة الحمد لله. أكيد. احنا لما جينا اخترنا حضانة سمايلي مش مجرد لقينا بس على البيج وخلاص اي حضانة تطلع هنا، لا احنا بدأنا ان احنا نعمل سيرش ونتابعكم من فترة. عايز اعرف المصداقية اللي حققتوها بين اولياء الامور حققتوها ازاي؟ هو احنا بالفعل المكان بتاعنا بقاله اكتر من 15 سنة، من اول طفل دخل الحضانة، يعني يمكن لحد دلوقتي بيجي لي اخواته الكبار، يعني لا الحمد لله محققين مصداقيه حلوه، وده لان لازم يكون في امانه، والامانه على فكره الام بتوصل لها والاب بيوصل لهم حته الامانه في التعامل دي من اول لحظه. أكيد. يعني ما ينفعش ان مثلا يبقى المكان جواه حاجه وانت بتوصلي حاجه تاني، لا ما ينفعش. طبعا في متابعة للكلام ده، متابعة دورية، يعني في طبعا ديلي ريبورت بيتعرفوا الام كل يوم عن ستيب طفلها، باي ستيب. في متابعه جوه الحضانه اسبوعيه لتقييم الطفل والحاجات دي، في متابعه شهريه برضو بتوصل لولي الامر، فلو هو ما لقاش اللي بيجي له ده زي اللي موجود في ابنه، او مثلا لقى حاجات مختلفه او لقى سلوكيات مش احسن حاجه، ما اعتقدش ان هو هيرجع لنا تاني باخ تاني او اخت تانية او حتى يقول لجاره او طبعا صاحبه. اكيد اكيد. احنا بس معانا مداخله تليفونيه. اتفضلي. استاذه شيماء حلمي، اهلا وسهلا بيكي، اهلا بحضرتك، نورتي النهارده في كلام في المضمون. ربنا يخليكي يا حبيبتي، تسلمي. انا عارفه ان انت اتدربتي على ايد استاذه سهام، صح كده؟ طبعا طبعا، هي اللي حببتني في الكارير كله بصراحه. كلمينا بقى عن تجربتك مع استاذه سهام، ووصلتك لكارير معين كده ان انت تقدري تفتحي حضانه وتبقي مسؤوله عن مستقبل اطفال كتير، ازاي؟ والله يعني بدون اي مجامله، هي استاذه سهام يعني في التعامل معانا كانت ممتازه بصراحه. من ساعه ما رحت لها حرفيا ما كانش اي فيه خبره خالص. علمتني كل حاجه في الحضانه بجد، يعني علمتني ازاي اتعامل مع الاطفال، مع نفسيه الاطفال، ازاي حببتني في الشغل جدا، في اداره المكان كمان، التعامل مع اولياء الامور، حاجات كتيره قوي. تمام. يعني هي كمان اللي حببتني في التخاطب وصعوبات التعلم وتعديل السلوك، رحت درستهم وخدت فيهم كورسات بصراحه بسببها. تمام. يعني كانت التجربه معاها كانت كويسه، يعني انت بداتي ان انت تتعلمي عليها ممتازة. وكانت هي ممتازه. بجد حد جميل جدا من جوه ومن بره. اكيد. بدون اي مجامله والله. اكيد اكيد. بشكرك استاذه شيماء على المداخله الجميله ديت. بتشكر في حضرتك جدا، وبتقول لا انا بالفعل اتدربت كويس، وهي اللي حببتني ان انا اعمل حضانه واكون مسؤول عليها. هو يعني الحمد لله بحب يعني في وسط الاستاف بتاعي او الجروب اللي بنشتغل مع بعض، يعني دايما اقول لهم احنا مع بعض يمكن اكتر ما بنقعد في البيت. طبعا. فبحب ان انا يعني زي ما انا اتعلمت من اللي علمتني برضو وحببتني في الشغل، كانت مدام زكيه كانت اول مديره اشتغلت معاها وخدت منها خبرتي. فبصراحه يعني بتعامل معاهم بنفس الطريقه. تمام. يعني برضو بحببهم في المجال، لان لو هم مش حابينه هتلاقيها مقريفه وهي قاعده من الطفل بتعدي بقى الساعات وعايزه امشي وكده، والموضوع رخم. احنا عايزه طولة بال طبعا اكيد، وهداوه في التعامل. فان هم ما حبوش مش هيقدروا يدوا. فيعني ده من الحاجات اللي انا بحب ازرعها في كل الاستاف اللي شغال معايا. تمام. احنا كنا بنتكلم عن فريق العمل، عايزه اعرف بقى اخترتيهم على اي اساس؟ هو طبعا بغض النظر عن موضوع الشهادات وان هما لازم يكونوا واخدين دبلومات ومثلا يبقى عندهم خبره، بس انا بيبقى ليا تيست تاني كده. انا بحطهم شويه تحت ستريس ان هما يتعاملوا مع طفل يكون شويه في الاول مقريف وعصبي، طفل مثلا جاي اول يوم وبيعيط، طفل عنده مشكله، بحب اشوف طوله بالهم، بحب اشوف امانتهم في التعامل، يعني هيبقى مثلا هيدوا للطفل ده ولا هيستسهلوا الموضوع ولا هيقريفوا من الاول، فبحب اشوف الحته دي. يعني دي بالنسبه لي يمكن تكون اهم كمان من الشهاده، لان اللي تقدر تعمل ده وتقدر توصل ده هتستقبل مني المعلومه اللي انا عايزاها اللي هي هتقدر تخدم بيها الطفل ده. فاهمه.
فيعني دي حاجة من الحاجات اللي أنا بحبها قوي في طبعا جانب الالتزام. يعني طبعا مجالنا يعني زي ما نقول مش بوتيك، مش سوبر ماركت ممكن أقفل أتأخر شوية، لا أنا ليا مواعيد وليا التزامات، فبحب قوي الاستاف يكون ملتزم بالحاجات دي. بيبقى في يوم محدد في الحضانة فان دي؟ اه طبعا. قولي لي بقى، الأطفال أصلا في السن ده بيحبوا ان هم يلعبوا، ان هم يبقوا مش مقيدين. اكيد، واحنا مش بنقيد يعني طول الاسبوع، يعني الفان داي بتاعنا طبعا لازم يوم في الاسبوع بيبقى فيه انشطه مختلفه تماما، نعملهم زي بارتي كده، بس في وسط الشغل نفسه في وسط اليوم الدراسي لازم بيبقى فيه انشطه برضو ترفيهيه للطفل. يعني ما ينفعش ان انا اقعده طول اليوم اقول له انا هعلمك يعني النهارده وهديك سيشنز لا طبعا مش هيستقبل ده. انت فكره انك تقعدي طفل من 30 دقيقه ل 45 دقيقه دي في حد ذاتها يعني اعجاز. الطفل يعني حركته دايما بتبقى كتيره، حتى لو أكيد. ما عندوش فرط حركه أكيد. حركته كتيره. م-م. فان احنا نقعده الفتره دي لازم في المقابل نكون مشجعينه ان في فتره مثلا جاردن هنلعبها، في فتره انشطه تانية ترفيهيه هنعملها، في مثلا مسرح عرايس هنحضره النهارده. فده في وسط الشغل نفسه، لكن جميل. يوم الفان دي ده بيبقى يوم مختلف بقى. أكيد. بنعمل بيسين، بنعمل انشطه، بنعمل حاجات تانية كتير. احنا معانا مداخله تاني، هم بقى كلهم شايفيني اتفضلي. فكلهم عايزين يتصلوا بيكي. معانا استاذه شيماء البيومي، مامز ليال وياسين، اهلا بيكي. اهلا بحضرتك، شرفتينا النهارده حبيبتي اللي مشرفاكم ومنوراكم ومستهام منوره الدنيا كلها. ربنا يخليكي. بصي، احنا بقالنا كتير جدا بنتابع اسماعيلي لغايه لما بجد قلنا لا لازم تيجي معانا وتتكلم عن دور الحضانه في تاسيس وتاهيل الطفل، لانها فعلا من الحضانات اللي ليها مستقبل، ليها مصداقيه وخبره في المجال. كلمينا بقى، انت اخترتيهم على اي اساس؟ بصي، هو انا بصراحه برضو عشان انا بشتغل، فقعدت ادور فتره طويله على حضانه تكون فيها انشطه كتيره وفي نفس الوقت بتتابع الحاله النفسيه للطفل، وخصوصا انا اصلا مع ابني الكبير كان عنده مشكله برضو معينه في تعديل السلوك او حاجه، تمام، وبنتي الصغيره كمان كانت عندها يعني فرط حركه يعتبر. اكيد. فانت لما بتخشي الاماكن، يعني انت لما بتروحي اي حضانه، في حضانات بتشتري ولي الامر نفسه، مش بتشتري مش 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 اعتمادها الاساسي على الماده بس. فحضانه سمايلي او مستر هام بالاخص يعني من الناس اللي بتشتري ولي الامر تحديدا، يعني أكيد. اهم حاجه الولد، واهم حاجه ان كل حاجه تبقى تمام مظبوطه. اي كومنت بتقوله له بتفضل تطمنك، حتى مهما كنت كولية امر متعصبه او متضايقه، لا تمام بالراحه وواحده واحده واحنا هنظبط الدنيا. لا يعني عندها حته، يعني زي ما بيقولوا كده، حته ما بعد البيع، يعني حتى لما بنروح البيت اللي هي لا تسال طب الولد عامل ايه دلوقتي، طب سلوكه اتغير في الحته دي ولا لا. مش مجرد حضانه بتاخد الناحيه الماديه اكتر، لا لا لا, لا هي وتأهيل. بيت، لا هي بيت، هي ما شاء الله، لا هي بيت مش ماده خالص. ايوه اكيد اكيد. بشكرك حبيبتي على المداخله الجميله ديت. زي ما قلت ان سمايلي مش واضح الموضوع كناحيه ماديه، هي تاسيس وتاهيل. هي نفسي برضو تقول لي استاذه سهام بتتابع الطفل ستيب باي ستيب حتى لما بيروح البيت. دي من الحضانه، انتم من الحضانات اللي يتعدى على الايد ان مثلا مديره الحضانه ما بتصدق الجرس يضرب، بتروح واخده شنطتها متعب طول النهار وزن زن، خلاص انت غير اي حد تاني. الحمد لله، يعني انا تقريبا موبايلي ما بيتقفلش قبل الساعه 12 بالليل. ما انا عارفه. طيب قبل ما اختم الحلقه، عايزه نصيحه للمشاهدين عشان ما يقعوش فريسه لحضانات تانية للاسف واخده الموضوع ناحيه ماديه، تقول لهم ايه؟ بصي، هو يعني بحب اقول بس لكل مامي، لما تخشي مكان وهتسيبي ابنك او بنتك فيه، يعني دي تقريبا اغلى ما عندك بتسيبيه، وبتسيبيه وقت طويل، تمام، فلازم اهم حاجات تتعاملي تعرفي بس اداره المكان دي مؤهله ولا لا. ومن حقك على فكره انك تطمني وتطلبي تقارير وتطلبي يعني تعرفي المكان ده مرخص وعليه اشراف ولا لا. مش زي ما حضرتك قلتي حضانه بتعمل بيزنس وخلاص، تمام. كمان اقعدي مع الاداره مره واتنين واطلبي انك تشوفي التيتشر او الميس بتاعت الطفل وقعدي معاها. انت هتحسي كأم، هتعرفي برضو الدنيا عامله ازاي، هتحسي بالامان، هترتاحي، تمام، هتحسي انك قلقانه، هيبان كل ده. اكيد. وقت حلقتنا جري والكلام مع حضرتك ممتع جدا بجد، بس عايزه اقول لكم على حاجه، في مفاجاه ان شاء الله احنا هنعملها في حضانه سمايلي، انتظرونا في اقرب وقت، هقولها على صفحه القناه وصفحه البرنامج بتاعي. اتشرفت بحضرتك. انا اتشرفت بجد، بشكرك على الكلام الممتع ده. ميرسي، كلك ذوق، ربنا يخليك. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا، استنونا حلقات جايه كتير مع هند شاهين.